عمرك قلت لمحمد اخوك يغير الصوره يشيل صورتك بتيشيرت الزمالك؟ لا خالص. مرحله وعديت بيها وبتفخر بيها ليه؟ طب ما هو حاطط صورتي وانا في ميدجيلاند وحاطط صورتي وانا في الحرس. مش حاطط صورتك في الاهلي؟ هيحطها. مش قراري برضو يعني، عشان انا دايما ما بغصبش على. طب ده معناه ان هو بيقول لك انه بقى اهلاوي من بره، هو لسه برضو من جوه زملكاوي. انا ما بغصبش، مش راضي يعني. ما بغصبش على حد ان هو يبقى ورايا يعني، سواء في عيلتي ما بغصبش على حد خالص ابدا والله. اصل ده حريه شخصيه ليهم، اللي عايز يشجع ده يشجع، اللي عايز يشجع ده يشجع. في الاول والاخر اللي هي بترجع لنا. بس هم عشان جيشك هم اللي اختاروا ان هم يحولوا زيك من زمالك لاهلي؟ ممكن عشان اخواتي، هم اخواتي اكيد هيتمنوا لي الخير، هيتمنوا لي الافضل.